طبعا بهذه المناسبة يسر أن يكون معنا عبر الهاتف من الكويت المحلل الاقتصادي علي العنزي. أهلا بك سيد علي. مرحبا بك أختي الكريمة والسادة المستمعين الكرام، يا هلا ومرحبا. طبعا بداية نبارك لدولة الكويت الشقيقة بالذكرى 58 للعيد الوطني وذكرى يوم التحرير 28. طبعا بداية تفضل. كل الشكر لكم وكل الشكر لهذه المشاعر النبيلة من إخواننا سواء في البحرين أو في دول مجلس التعاون الخليجي أجمعين، مشكورين على هذه المشاعر وعلى ما أبديتموه من فرحة ومشاركة معنا في أفراحنا، وإن شاء الله نشارككم أيضا في أفراحكم دائما وأبدا كبيت خليجي واحد. طبعا يعني أستاذ علي، هذه المشاعر يعني رسخت العلاقات وتعاون في كافة يعني في كافة على كافة الأصعدة، ولكن نتحدث تحديدا عن العلاقات الراسخة والتعاون الاقتصادي المثمر بين دولة الكويت ومملكة البحرين. لا شك أن العلاقات الاقتصادية أو التجارية راسخة في بين الكويت والبحرين، وحقيقة وليست بمسافة واحدة مع بقية دول مجلس التعاون، إنما العلاقة بين الكويت والبحرين وطيدة وتاريخية وعميقة جدا، حتى قبل تحرير أو قبل التحرر من الاستعمار خلال الفترات الماضية، أي قبل الاستقلال. نعم. كانت هناك علاقات تجارية، طبعا تطورت هذه العلاقات وامتدت أكثر وأكثر، حتى يعني نضجت أكثر مع وجود مجلس التعاون الذي ضم الدول الخليجية الأشقاء الست، بالتالي أصبحت أكثر مؤسساتية وأكثر أيضا قانونية لهذه العلاقات، بعد أن كانت هناك مجموعة من التطورات الاقتصادية القانونية الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية في مجلس دول بين مجلس دول التعاون، وكذلك طبعا بين الكويت والبحرين أيضا هناك لا شك يعني هناك تعاون كبير، حتى أن بعض المؤسسات تتملك هذه المؤسسات مملوكة مشتركة، والآن لدينا في الكويت حديث كبير بين دمج بنكين، أكبر مؤسسة كويتية في الصيرفة الإسلامية كبيتك، كذلك البنك الأهلي المتحد البحريني، فبالتالي هناك هذه إحدى نموذج الشراكات الكبيرة بين دولتي البحرين والكويت، وهناك شراكات على مستويات يعني أدنى من ذلك وأكبر، قد تكون معلنة وقد تكون غير معلنة، وكذلك استثمارات أيضا كبيرة. نعم. من الكويت المحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي، شكرا جزيلا لك.